مراوحة بين السلم والحرب في اليمن، اعتراف حذر بالحوثي وتخوف من نموذج حزب الله. هكذا بدت السعودية مرتبكة في منتدى دافوس الاقتصادي وهي تتحدث عن رؤيتها تجاه الأزمة اليمنية. لقد أوضحنا سابقاً بأن الحوثي جزء من العملية السياسية في اليمن، لا أحد يمكنه تجاهل ذلك، وتحدثنا بشكل واضح بأنه يمكنهم أن يلعبوا دوراً سياسياً في مستقبل اليمن، لكن لا يمكنهم احتكار السلطة، لا يمكنهم أيضاً أن يكونوا ميليشيا تعمل خارج نطاق السلطة، ولا يمكن أن يكونوا حزب الله جديد في اليمن. فوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اعترف في المنتدى الدولي بوجود الحوثيين، لكنه استدرج بعدم السماح بتكرار تجربة حزب الله في اليمن. وهذا الخطاب السعودي بقدر ما دلل على فشل الحرب التي خاضتها المملكة طوال 5 سنوات، بقدر ما أكد عدم نضج رؤية سعودية واضحة تجاه الحلول لليمن. قمنا بإطلاق 200 أسير حوثي كبادرة حسن نية، في المقابل أطلق الحوثيون سجناء سعوديين. نعلم بأنه يحدث صعوبات من وقت لآخر، لكننا نعمل على الدفع باتجاه التسوية السياسية. الرؤية السعودية الحالية تتجه إلى دعم الحل السياسي، والذي يظل مرهوناً وفق حديث الجبير بتجاوب الحوثيين مع إجراءات بناء الثقة، حيث أطلقت السعودية 200 أسير وسيرت رحلات طبية من مطار صنعاء، مع أن وقائع حال الحوثي تشير إلى أنه يزيد من حجم خروقاته واعتداءاته كلما قدمت تنازلات لصالح بناء الثقة. الحديث السعودي عن الحل السياسي مع الحوثي يعد بلا جدوى بنظر محللين، في ظل انعدام ضمانات الثقة بين الشرعية والحوثي وبين الحوثي والمملكة وحتى بين المملكة والشرعية. لكن النقطة الصادقة في كلام الجبير بحسب منتقدين للدور السعودي تتعلق بحديثه عن توقف العمليات العسكرية ضد الحوثي. توقف العمليات العسكرية يأتي وفق مراقبين كجزء من خطة ترك الجيش الوطني وحيداً في معركته مع الحوثي، وهي خطة تتعارض مع الكلام المكرر للرياض عن ضرورة وقف الأيادي السلبية لإيران في اليمن، وتجيب عن سؤال الإضعاف المتعمد للجيش الوطني وتركه رهينة استنزاف متواصل في منطقة نهم بالقرب من صنعاء.